ابوها نحن بنتمنى لك العمر الطويل، ونحن كثير مبسوطين انه موجودين معك وعم نشاركك بهالعيد الحلو. خبريني شو شعورك بهالجامعه الاصحاب، جامعه الناس من الوسط الفني؟ يعني انا شعوري عظيم لانه وصلت لهالعمر والناس حوالي وبحبوني، وبعد في ناس يعني بس شوفوني بيهجموا بصوروني، وهيدي ما هيدي شيء حلو كثير. بتمنى لكل فنانة اقضي السنين اللي انا قضيتها ويضلوا يحبوها. العمر شو بيعني لك؟ ما بيعني لي شيء. اليوم كثير مبسوطة، صرت 80 سنة والله. قلت لهم هلا إذا بموت موت مرتاحة، لأنه عطيت لحد 80 سنة عظيم، اكتفيت. العمر كله سبوحة، أكيد بعد في عندك كثير تعطينا إياه كامرأة. أنت عم تتحدى العمر وعم بتكوني يمكن هيك مثال لكل النساء، عم تفرجي إنه عن جد الروح هي الحلوة. الروح طبعاً، والعقل، والحمد لله، والقلب الطيب كمان، والعطاء بخلي الواحد كثير مبسوط بحياته. شو تغير؟ يعني هيك بهالنهار بالذات بترجعي لورا بالذكريات، بتقولي يا ريت هالشغلة ما عملتها، يا ريت عملت هيك بوقت معين؟ بتمنى، يعني بحب شغلتي كثير أكيد، واشتغلت مع عمالقة ومع ناس مهمين، كان حتى الجمهور عملاق، كان يسمعنا هيك عملاق، عرفت كيف؟ وهلا بندم بس انه لاقي شاب حلو. صبوحة، هل في شخص كنت بتتمنى يكون موجود هون اليوم منه موجود؟ لا ابدا. طيب كبرنا. شو في عندك هيك مشاريع؟ شو عم بتفكري تعملي؟ هل في قرارات بتاخديها كل ما تقطع سنة جديدة بحياتك؟ لا، متكلة على الله، عرفت كيف؟ ما الله بريد. طبعا بشكر رولا على السهرة اللي عملت لي اياها، وكريم ابو ياغي، وهالبنت يعني بدها تنجح كثير لان نفسيتها حلوه وصوتها حلو بيقول، والله يوفقها. جوزيف غريب وانا وكريم حبينا نعملها سربريز صغير على قدنا، هي قيمتها اكبر من هيك بكثير، وهيدا جزء بسيط بنقدر نعمل لها اياه. قد ايه بتنبسطي وقتها تشوفيها مبسوطه؟ بتعني لي كثير، الناس بتعتقد انه بس قدمت لي نجاح فني، بس هي قدمت لي كثير، قدمت لي المحبه وقدمت لي الحنان، قدمت لي اشياء كثير انا كنت بحاجه لها. شو بتشوفي، شو بتحسي وقتها تتفرجي عليها للصبوحه؟ يعني تاريخي كثير كبير بالفن، وهلا هي قالت لنا انه اليوم صار عمرها 80 سنه، بسم الله اكيد بنتمنى لها العمر المديد. تقبرني ليكي شو بابي، يعني عم تحضر الكليب بعد هلا عم تتفرج عليه. بقول لها انه يعني باخذ كثير عبر منها، المحبه والتسامح والتواضع، ونحن ما بنكون نقطه ببحرها. صباح انسانه ما في منها، صدقيني بالكون كله ما في وحده ثانيه مثل صباح، بطيبتها، باخلاقها، بمحبتها للعالم، الله يطول عمرها ويعطيها الصحه، هي اهم شيء، ما بدنا شيء منها اكثر من هيك. بحس الصبوحه ببيت كل لبناني وببيت كل عربي، لأن أسطورة لا تتكرر، وهي بالنسبة لي مثالي الأعلى، هي بالفن أنا بالإعلام، أنا ما رح وقف مثلها تنيس تقلي خلص بقى. أنت اشتهرتي بضحكتك، بدي أسمع. الله يعطيها العمر وتعطينا الفرح الدايم للبنان وللشعب كله. الله يطول بعمرها، لأنه صباح اللي سميها أسطورة وسموها شمس الشموس قليلة عليها. صباح عمود من أعمدة لبنان الفنية. بقول لها الله يطول بعمرها ويخلي لنا إياها هالرمز يلي حمل لبنان برحلته الفنية مسافة كتير كبيرة. Happy birthday to you. عبالي 100 سنة يا رب، وإن شاء الله يا رب تضلها موجودة فوق راسنا. بالنسبة للسبوحة نقولها جواز ريفرسين، وإن شاء الله كل عام وهي بحياة خير. سبوحة بالوسط الفني، يعني هل شايفة حدا معقول يكون ماشي على خطى صباح؟ لا، ما في حدا مثل حدا، وهلا ما فيش يعني ناس بالفن يعني سوبر ستار أو عمالقة أو هيك، إنه بينجحوا سنين وخلص، ينجحوا كم سنة يعني الله يوفقهم ويخلوا بالهم من قرشهم، وحتى لأنه الدنيا شوي صعبة هالأيام. شو بتحب تقولي كلمة أخيرة لكل يلي عم بتابعوك، كل الناس يلي بحبوك؟ خبريني كمان شو شعورك إنه بنتك هون موجودة معك الليلة. بقول لهم إني أنا بحبهم أكثر ما بحبوني، والله يوفق الجميع يا رب ويعطيهم الصحة ويضلوا يحبوني.